الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين. الاتحاد يستضيف غدا التعاون في جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية 9:00 مساء. يدخل الاتحاد هذا اللقاء بعد انتصاره بهدف دون رد أمام الصاعد حديثا فريق الخلود في الجولة الأولى، ويسعى الاتحاد إلى تقديم مستويات قوية تليق بالفريق العريق بتعزيز انتصاره السابق، بينما التعاون بعد انتصاره أمام الفيحاء أيضا يسعى للتقدم في سلم الترتيب. بين الفريقين 15 مواجهة سابقة في كافة البطولات. الاتحاد انتصر في 5 مواجهات والتعادل حل في 6 مباريات، بينما التعاون انتصر في 4.